بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد طافت بي الذاكرة إلى أول درس للذي يسميه الوهابية التوحيد في الجامعة الإسلامية، كان يتناوب عليه أساتذة ثلاثة، واحد منهم مهمته محددة هي كيل الشتائم بالجملة وتشكيك الناس فيما سوى الوهابية، فيأتي مثلا يتكلم هكذا وبصوت مرتفع جدا، صوته مؤذي: الصوفية ينبحون كالكلاب، الصوفية إذا رأوا الخنزير سجدوا له، الصوفية إذا رأوا الكلب قالوا هذا إلهنا، الصوفية كذا وكذا، الصوفية كذا وكذا. طبعا من كان صوفيا يرى هذا مجرد شتيمة، لأنه يعلم أن هذا كله كذب ما حصل، لأنه يعيش هذا التصوف عنده عبارة عن كتاب وسنة واتباع الأدلة وصيام وقيام وتزكية للنفس وقراءة فقه نعم حتى يبني يعني دينه على أساس صحيح، وقراءة عقيدة، وما يعرف شيئا من هذه الهذيانات، ويعني ربما يعني سمع بشيء من تلك الخزعبلات المنسوبة، فيقال له إما هذه مدسوسة منسوبة للقوم، أو أحيانا عبارات في أناس يعني فاقد الأهلية، يعني ليس مميزا، فيقول ما يعني لا يكلف عليه يوم القيامة، مثل هذا الأعرابي الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. مهمته من الصباح إلى المساء هو هكذا، مجرد شتائم قبيحة جدا: الصوفية ينبحون كالكلاب، ثم يقلد هكذا وينبح هكذا على أساس أنه يعني إيش يعني يضحك الناس. أما المسكين الطالب الذي يعني لا يعرف شيء من التصوف يصدق، خاصة أنه جاي يتعلم من بلاد بعيدة ويرى شيخا يحسبه الجاهل ما لم يعلم، شيخا على كرسيه معمما. هذه مهمته لا أكثر ولا أقل، لا يقدم علما، ولذلك حتى في اختبارات المطلوب منك أن تشتم فقط، فيأتيك سؤال مثلا: الصوفية أشد كفرا من كفار قريش لأسباب ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، بينها. فعليك أن هكذا تخالف دينك وضميرك، أو تقول إذا كنت حاذقا ويعني تتحاشى الوقوع في 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 فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، تقول قال فلان كذا وكذا، فتأتي بكلامه كما هو، خلاص الآن أجبت أنت، وناقل الكفر ليس بكافر. واحد آخر كان يدرس ما يسمونه الإيمان، يأتي بكتاب ابن تيمية لا يخرج عنه ولا في كلمة، وفي الصباح والمساء شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام، وقصص وخرافات وخزعبلات، وشيخ الإسلام لما تحدى الرفاعية وقال أهم يدهنون أنفسهم بزيت النارنج ولذلك يدخلون في النار، وزيت النارنج يا أخي أنت يعني خليك إيش العامة يقولون، ما يعني والله ما أدري ما يعني ماذا يناسب هذا، يعني شيخ الإسلام تبعك هذا لما نظر الرفاعية وهم دهنوا أنفسهم بالنارنج وطلب منهم أن يغتسلوا فرفضوا الاغتسال فانتصر عليهم. طيب يا أخي تعال الآن أدهن نفسك من أولك إلى آخرك، من رأسك من مفرق رأسك إلى أخمص قدمك دهنا كاملا الآن بزيت النارنج وبما شئت من الزيوت، وتفضل أنت الآن ندخلك مع واحد من الرفاعية الآن هذه الساعة، الآن ندخلك مع واحد من الرفاعية في الفرن وننظر من سيبقى. هناك كثير يقبل أن يتحداك بهذه الطريقة، أنا لست منهم، لكن السادة الرفاعية في منهم أناس يعني يهتمون بهذا الجانب. طيب تكلموا بكلام معقول، نعم ما شاء الله، هناك من يا سبحان الله كيف أفحمهم شيخ الإسلام، كيف قضى عليهم شيخ الإسلام، وغاب عن هؤلاء المساكين أن الإنسان إذا وضع النارنج على قدميه أو على جسده ثم دخل النار، يعني هذه الطبقة الرقيقة جدا من الجلد
قد لا تحترق، ولكن الطبقة الثانية والثالثة ستهرس من شدة الحرارة. أي إنسان عنده معرفة بسيطة جدا، جرب بنفسك يا أخي، ضع على يدك مادة عازلة أو نوعا من الأقمشة المانعة للاحتراق، وضع يدك أنت الآن في الفرن. نعم لم تلامس الحرارة، ولكن شدة الحرارة تدخل الأنسجة في الداخل، وقصص من هذا القبيل. وشيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام ما عنده غير هذا يسمونه شيخ الإسلام، من الصباح إلى المساء لا يتكلم كلمة إلا تسبيحا بحمد شيخ الإسلام بكرة وأصيلة. الثالث مسكين، رجل طيب بسيط، أقصد يعني طيب يعني بسيط، يتكلم هكذا عن التمائم والخرز والأشياء، ونحن قد أتينا من بلاد آنذاك الشيوعية نشطة، والعالم يحكمه قطبان، القطب الشيوعي اليساري والقطب العلماني الليبرالي، كلاهما علمانية، ولكن هؤلاء الليبرالية وهم في أمريكا، وهؤلاء شيوعية ماركسية في روسيا في الاتحاد السوفيتي. كانت فلسفات أولئك الناس نشطة وتدرس تلك في المدارس، وربما وجدت ثلث أو ربع الأساتذة من الشيوعيين الملاحدة. فيأتي هؤلاء البسطاء يتكلمون عن التمائم وعن التولى، طالب العلم هذا هو التوحيد، فيسأله إنسان عن وجود الصانع سبحانه وتعالى الخالق جل جلاله الخالق المعبود، فيقول لا 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 لا، هؤلاء كلهم يكابرون، هم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، والدليل أنهم إذا كانوا في البحر لا يلجون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات جاءت في أصناف أخرى، هذه الآيات جاءت في مشركين يعبدون الله مع آلهة أخرى، فيتركون الآلهة الأخرى وقت الاضطرار، لأنهم يعلمون الإله الحق. لم تأتي هذه الآيات في الدهرية الذين ذكر القرآن قولهم ما يهلكنا إلا الدهر، لم تأتي في منكري وجود الخالق، ثم تقول لا يا أخي أنت تكابر، ثم تكون النتيجة الفاضحة بعد ذلك مثل هذا عريفي في مقطع رددنا عليه سابقا واستغله الملحدون مع الأسف الشديد. يأتي بواحد فرنسي لا يتكلم شيئا من العربية، يقول أنا سأقرأ عليك نصين فرق لي بينهما، فيأتي بآيات من سورة مريم يقرأها بالتجويد، ثم يأتي بكلام فارغ يقرأها أيضا بالتجويد، فيسأل هذا الفرنسي هل وجدت فرقا بينهما؟ يقول لا فرق أبدا. هنا بهذه الطريقة يريد أن يثبت للناس صدق النبي عليه الصلاة والسلام. يحاربون علم الكلام، يحاربون العقيدة، ويسمون هذا العلم التوحيد. أي توحيد؟ ثم يتكلمون في التوحيد. أي توحيد؟ يتكلمون في توحيد الفعل عبد. طب نحن نتكلم عن توحيد الله، فقضية مختلفة. إيش يعني توحيد الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون الله تعالى واحدا، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يتعدد، لا يتحدد، لا يؤثر في الكون سواه، وهذا يلزم منه أن لا يكون معبود إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا نحن حينما نتكلم عن الصفات الإلهية ومنها الوحدانية، الوهابية يتكلمون عن صفات العبد، العبد مشرك أم موحد لله سبحانه وتعالى؟ ليس هذا علم التوحيد. هذا التوحيد بلا شك صفة لله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث عن صفته. أما أفعال العبيد هذه، المشرك هذا والمؤمن، لا علاقة لها بصفة الخالق الصانع الوحيد الواحد جل جلاله والواحد الأحد. أدنى درجات البحث العلمي لا يعرفون. درسنا العقيدة قبل أن نأتي على الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، وهو يرد على الماركسية والملاحدة والأشكال والألوان، ونسمع شبهات هنا وهنا. أساتذة يدرسوننا في المدارس الإعدادية والثانوية يأتون بشبهات في مادة العلوم في مادة الفلسفة،
ونرد عليهم ردا علميا يقنع القلب ويريح الفؤاد. وأتينا إلى هذا الهبوط نتكلم عن التمائم والتولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.